بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالي بعنوان أنواع أسقف مزرعة الأرانب، مزايا وعيوب. ناس كتير طبعا في المناطق الريفية والأراضي المستصلحة والصحاري والكلام ده بيحب يعمل عنبر للأرانب عشان يزاول المهنة فيه، ولكن الأسقف بتاعته متنوعة، وطبعا برضو بالنسبة للمربي بتخضع للتكلفة اللي هو هيقدر يمول بيها أو ينفذ بيها. فطبعا الأسقف دي متنوعة ازاي؟ في ناس بتستسهل وبتعمل بالصاج المعرج للسقف، ماشي، هو الصاج المعرج هيمنع مثلا وصول الشتاء داخل العنبر، ولكن من عيوبه انه سهل في نقل الحرارة لداخل العنبر، وسهل في نقل البرودة لداخل العنبر. ده بالنسبة لنوعية الصاج المعرج، وإضافة طبعا لأن مع الاستمرارية سنة مع التانية وكده بيحصل تآكل، خاصة في أماكن تثبيت الجنشات في السقف. في جنشات تبقى معلقة الصاج داخل الأعمدة اللي جوه العنبر، دي مع الشتاء واحتكاك الهواء يأثر في احتكاك المكان بتصدي، بتعمل برومة، وبالتالي هتسرب مياه وتدخلها لجوه. ده بالنسبة للصاج المعرج. في نوع تاني زيه اسمه البلاستيك المعرج، ده هيمنع الشتاء والمياه والكلام ده، ومش هيأثر في حكاية الجنشات دي لأن ده من مادة غير قابلة للصدى، ولكن هيبقى سهل في دخول الإضاءة جوه مكان التربية. بعد كده طبعا هي الحرارة والضوء يعني ممكن بعد كده في الاسبستوس. الاسبستوس ده يعني أفضل منهم شوية بالنسبة لنقل الحرارة والبرودة والكلام ده. بعد كده في الأسقف الخرسانية، في ناس بتعمل سقف خرساني، بس ده طبعا يفضل إنه يكون بميل عشان ما ترقدش فيه مية الشتاء والأمطار والندى والكلام ده كله. بميل يعني لو شتت بينزل في اتجاه معين أو اتجاهين معينين، ده بيبقى أفضل. والأفضل بقى من كل الكلام ده السقف اللي فوقيه بنى، يعني لو مثلا عنبر وفوقيه مثلا مبنى بتاع صاحب العنبر او عنبر تاني او مبنى فوق المبنى، سواء عنبر او شقة او حاجة زي كده، فده طبعا بيعزل الحرارة الساقطة من فوق للسقف تماما، هيبقى الحرارة جاية من الاجناب بس، لكن مش من فوق، هيبقى صعب دخولها داخل العنبر. وبرضو في ملحوظة سواء في أي نوع من دول إن ارتفاع السقف له دخل كبير في داخل العنبر بالنسبة لنقل الحرارة والبرودة. يعني بالنسبة للحرارة لو السقف أعلى من 4 متر مثلا، 4.5، 5.5، ده بيكون أفضل بالنسبة لوقت الحر. وبالنسبة لوقت الشتاء مش هيكون مؤثر قوي، يعني على أساس طبعا في إجراءات المربي بيبقى عارفها بالنسبة للتهوية وطريقة دخول الهواء وطريقة التحكم فيه وكده. ده بالنسبة لأسقف المزرعة. هننتقل للشق الثاني اللي هو ردود على أسئلة واستفسارات للمربين. فعندي سؤال هنا بيقول: الانتفاخات والإسهال والتهاب الأمعاء
كان بيجي للفطام في الأسبوع الثالث من الفطام، وبعد مرار مع المشكلة دي غيرت العلف، لقيت المشكلة نقلت في الأسبوع الأول. أعمل إيه؟ أنا زهقت وبوكل وجبتين، والأرنب بيبقى ملهوف على الأكل جدا. طيب التفاخات والإسهالات والكلام ده بتغير العلف ليه؟ انت عشان تغير العلف، يعني انت شاكك ان السبب هو العلف. طب العلف هيضر نوعية معينة من الأرانب وما يضرش الباقي؟ ما هو نفس الباقي بياكل من نفس العلف. دور على السبب الحقيقي. السبب الحقيقي مش نوع العلف، لكن هو كمية العلف اللي انت بتحطها. ناس كتير مبتدئين بيفتكر انه لما يفطم خلاص، لا الأرنب بياكل العلف، فبيزود له العلف على أمل إنه يسرع في النمو، يديله نمو سريع ووزن كويس، وده أكبر غلط. ليه؟ لأن المعدة بتاعت الأرنب المفطوم غير مهيئة لهضم العلف بالكميات دي. عشان كده لازم الفطام يبقى في حدود 50 جرام للأرنب المفطوم في اليوم. وبعدين انت بتحط له مرتين وحاجات زي كده، طبعا كل مربي له اسلوبه. انا عن نفسي كنت بحط مره واحده، لان هو مش هياكل اكتر من طاقته، يعني حتى لو هو بياكل وزاد منه حبه بعد شويه بيجي ياكل بتاع، مش هياكل اكتر من طاقته. فلازم يبقى المربي عارف ان سبب الانتفاخات والاسهالات والتهاب الامعاء للفطام هو ده، يعمل لهم تخمه وحاجات زي كده. ده بالإضافة لأن ممكن في أسباب تانية، يكون مثلا قواطيع المعلفة واسعة، يدخل الأرنب يتبول، يجي غيره ياكل منه، يحصل له تسمم غذائي، ونتيجته تكون انتفاخات وإسهالات والكلام ده. وغير العليقة. طب أنت بتغير العليقة، أنت حاطط إن السبب هو العلف، فبتغير العليقة. تغيير العلاقة ده له شغلانة وله يعني طريقة تدريج في إنك تقدمه للأرانب. وحكاية بتوكل وجبتين والأرنب متلهف، الأرنب بيبقى متلهف على العلف لو البروتين بتاعه ناقص، فيبقى متلهف على العلف. ده بالنسبة للسؤال بتاع الأخ. في سؤال تاني بيقول: السلام عليكم، هل الأرانب تحتاج تدفئة؟ طبعا الأرانب ربنا وهبها وكساها بالفرو، لأنها أساسا هي حيوان بري، فطبعا الفرو ده بيديله حماية شوية بالنسبة للبرد. أما اللي هو هيتأثر قبل الأم والأب والأرانب التسمين والكلام ده، هم الخلفة اللحمة الحمراء المولودة حديثة، هي دي اللي هتتأثر بالبرد. ليه؟ لأن أنت لما بتبقى حاطط بيت ولدة في البطارية، بيت الولدة ده صاج. صحيح أنت حاطط فرشة من التبن أو من النشارة، والأم بتحاول تفحر فيها، بتفتكر نفسها في الأرض وبتفحر جحر، فبتكشف الحتة اللي هي بتفحرها، فبيبقى الصاج مكشوف. طب ما هي الحتة دي اللي هتولد وتجمع الخلفة فيها. فهنا بقى على المربي وهو بيمر كل يوم ولقى الصاج ده باين، يزود تاني تبن أو نشارة في المكان الفحرة اللي هي فحرتها، ويحاول يرتفع في الفرشة من الأركان، لأن الخلفة بتبقى مغمضة العينين لما تتولد، تقعد لمدة حوالي 10 أيام مغمضة، تفتح بعد ال10 أيام يعني، فبتتقلب يمين وشمال. إذا ما فيش الارتفاع اللي في الأركان ده، بحيث إن لما تتقلب في الركن تركن فيه، لأنها هتطلع على الارتفاع ده هتتدحرج تنزل تاني في النص، وده المطلوب إنهم يتجمعوا في النص بس مش على الساق، وتحط عليهم الفرو بتاعهم. ده بالنسبة
للسؤال ده داخل البيت. الأهم بقى عشان البرد ما يأثرش عليهم إنك تغطي بيت الولد ده بشوال خيش. ليه؟ لأن يعني شوال الخيش ده يعتبر عازل بالنسبة لوصول البرد للصاج، ومن الصاج لداخل البيت، ومن داخل البيت للخلفة. فهو الشوال ده هيبقى عازل. ما تحطش صاج، ما تحطش شويلة سيزال من بتاعة العلف، دي مش هتبقى عازل. شوال خيش. أما الكبار بمشيئة الله بيستحملوا ويقاوموا وكده، ربنا خلقهم يتحملوا الكلام ده، وخصوصا الكلام ده في بلادنا احنا هنا في الشرق. أما في أوروبا وبتاع ده موضوع تاني. الناس اللي بتربي الأرانب العملاقة بتربيها في بوكسات خشب. الناس اللي بتربي أرانب للإنتاج الموسع ومشاريع والتصدير والكلام ده، دي بتبقى عنابر كبيرة وفيها جميع الإمكانيات المطلوبة ومكيفة، حر ساقعة مكيفة. أما إحنا هنا ناس على قد حالنا، فيعني إيه بنمشي بالطريقة دي. وإلى اللقاء القادم مشيئة الله. لا تنسوا في حالة إعجابكم بالفيديو التفضل بمعمل مشاركة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.